تسابق. ليه تختار كات يا اخوي؟ شكرا ابو حمود. طيب المقطع جاهز يا مشعل؟ اعطوني المقطع الان بعرضكم على الفكره اللي انتم سويتوها وقلتوها. راح اطلعكم مقطع الان مش حيادي. المقدم واسحبوا على المشرفي، هذه حركته ما لها سنه. صلوا على النبي، قولوا لا اله الا الله. حق كل يرى كل يخطئ، هذا لا مخطئ ولا مخطئ. جاك كلام مصري، خل خطاهم يا ابو يا ابو يا ابو. صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. اسمع اسمع، المقدمين والمشرفين بينهم بين يتخلصون. يا سلام، احنا ما ناخص. اسمع اسمع، لا انا ما شاء الله ما يقولون يقولوا الدوي رجل. ها ابو سعيد، وانت معك تعدي وانت حمر عين عشان خمس دقائق. شفنا المقطع سويا. ابو مناحي، انت كنت تقول رجل يدخل بخير ولا يدخل؟ لا يدخل. نعم، تفضل. اولا طال عمرك، انا اللي فهمته من المقطع ان ريان يقول انا ناقدر على اللي صف مع المقدم ضد المشرف. انا يقول انا هذا عليه ملاحظه. لا يا اخوي ريان، لا لا ما هو كذا. ليه تنقد علي؟ ليه؟ لا ما شل العصانت واخبط بعد. مالك وجهه نظر انت في ذا الشيء؟ الا شكرا للشقردي ناصر المري، شكرا لسالم معدي، قال الحين رجل محايد. سلام، هذا الرجل ذا لا يتصافون من دوننا، ما لنا شغل الا في اختلاف بينهم. انا ابشرك ابشرك ريان، اظهروا من عندك البارحه وتسحروا الرجال وكملوا اجتماعهم مع الاداره، وعنهم ذا الحين الثلاثه من طاقم برنامج شعر القلطه. ها وين انت يا ريان؟ وين؟ لا وين اخوك؟ جهزوا لي نطلب ابو مناحي، نطلب ريان في كونفش الروم. عطني بالله عطني. جهزوا لي ريان في كونفش الروم، جهزوا لي اياه. ابو عنزي، سمعت ريان وتصريحاته والله حسيت انه مدير مو بمسابقه. بالضبط ريان، بعد جيته الاخيره معنا في الكونفش الروم، وريان مو على بعضه. يعني كان ريان يا انه يعني بدا يدخل يفكر انه بدا يدخل في المود، وهذا شيء غلط. أول ريان يعني بدأ يطلع بشخصية ثانية ما أدري من وين طلع بها. هل الشخص هذا يوم عليه شيء؟ واضح. لا أنا أتوقع أنه هل الشخص ذا معه جوال؟ هل الشخص ذا بدأ يفهم يعني أن أو بدأ يعتقد أن البرنامج الشخص اللي يتدخل والشخص اللي يتكلم ويناقش صح ولا خطأ هو اللي بيظهر في الواجهة؟ يعني في كل الأحوال ريان خطأ. إن كان يعتقد أن الدخول في الأشياء كلها صح وخطأ بينجبه في هذا خطأ رفضاً وقطعاً وتفكير خاطئ. بالضبط. إن كان يملى عليه هذه كارثة، وكان معه جوال أو يحصل على جوال فهنا يعني المصيبة أعظم. أنا ريان سلوكياته وشخصيته الجديدة خلال الأسبوع الأخير هذا أو الثلاث أيام بعد، وين أسبوع؟ ثلاث أيام وأربع أيام بعد دخوله معنا. وريان شخص ثاني غير ريان اللي دخل بواقعيته ودخل بداوته ودخل يعني بعفويته القوية، بدأ يدخل في مسار ثاني ومنحنى ثاني. أنا أشوفه غلط، وهذا ينافي شخصية ريان الحقيقية. وأنا أشوف ريان إذا 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 مشى بشخصيتين إنه بيضيع، على قولة العرب من أول من كلب الثنتين غص. طيب ريان تسمعني؟ جاهز ريان؟ ريان صبحك الله بالخير. ابوك يا صبي صدق. ريان صباح الخير يا ريان. صباح النور، مرحبا ومسهلا. ريان انت البارح قلت يا ريجيل لا تروحون مع المقدم ضد المشرفين، هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح. يا سلام، برر ليش؟ ليش قلت هالكلمه؟ اول شيء مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالنور، ادخل في الموضوع يا ريان. الموضوع وقتنا. طال عمرك احنا مثل ما قال ابو مناحي، لا صار مشكله بين طرفين اقطع بين الريجي. يا سلام، بس انت الحزد. خلي بتكلم. طيب اول شيء طال عمرك تربينا على الموضوع ده. الموضوع الثاني انا تتكلم عنه، انا وش قلت احنا ما نبغى واقفين مع فلاح القرقاح ولا مع وليد الحي. اول شيء انا ادري انهم اخويا وكانوا في نسخه واحده. طيب ليش رد عليك ناصر السلف؟ قال احنا ما لنا دخل بينهم. واضح انك انت قلت كلام غير الكلام اللي قاله. لا ما في كلام، الكلام هو ما لنا دخل لان صار مشكله، اللي هي المشكله مشكلتهم. انا ما سمعت الا كلمه لا تروحون مع المقدم ضد المشرف. لا في بث كامل طال عمرك. ما بكامل، انتم لا بلش الواحد قال في بث كامل. احنا نسمع ناصر السلف سالم عدي ردوا عليك قالوا يا رجال ما لنا دخل بينهم. اسمعني طيب اسمعني بس، انت واضح ان المشاعر دخلت. ابو حمود ريان صباح الخير. يا مرحبا ومسهلا ابو حمود، ترى حب السيل والمطر. وش ذا الاوتفت يا ولد؟ وش ذا الاناقه؟ وش ذا الزين؟ وش ذا الزين يا ولد؟ على ما قال ابو عنزي انا عندي ثلاثه اسئله ممكن تجاوبني عليها على خشمي. السؤال الاول،
سمي. هل في احد اثر على ريان؟ نعم. الجواب يكون نعم ام لا من ناحيه ايش؟ طيب هل في احد اثر على ريان بحيث انه يجعل ريان يتقمص شخصيات ما هي بشخصيه ريان اللي دخل بها؟ نعم ام لا؟ دقيقه. نعم لا. حلو. لا. السؤال الثاني يا ريان، هل احد طلب منك تدخل او احد طلب رايك من الاداره؟ نعم ام لا؟ ايه. من من حنا طال عمرك الريجي في عندنا في المحل، انا بقطع بين الريجل، انا ماني توضح لي صل على ريان افداك. مقطع الحق في هذه القريه المشرفين، انت ما انت مقطع حق من اللي طلب منك؟ طلب مني طال عمرك حي وجهي وحي وجه اللي موجود احنا يا اخوي. انا صل على النبي افداك حي وجهي. أيوة. في صلاحيات، في صلاحيات. سؤال، حي وجهك طال عمرك في اثنين من العمال تهاوش وبتدخل بينهم؟ انا برا، انا الريجل عندي عند في جلستنا. إيه؟ قدامي اصبرهم. هل لو كنت حيادي هل بتبان بشكل غير جميل؟ كيف؟ هل لو كنت حيادي يعني ما تدخلت، هل افضل انك تدخل ولا انك ما تدخل؟ لا والله لو صرت طال عمرك المشكله جت، احنا تعودنا على شيء، جت المشكله يعني خلك مدخل خير. إيه؟ انا احنا مدخل خير. من المخطي نفداك؟ والله طال عمرك شوف ان كان بنعد الحق. إيه؟ انت معي. إيه؟ من المخطي؟ اول شيء القرقاح هذه فقرتي يا اخي. نفداك الجواب بسيط، المخطي المشرفين من؟ ولا القريح؟ من المخطي؟ انا بقول حق دخول المشرفين على الفقره ما هو بزين. هذا مخطي. نعم. ليش؟ لان الفقره تخص القرقاح. إيه؟ اول ما به دخولهم يعني اقطع فاصل ومدري ايش. إيه؟ هذه اشوف انها حاجه يعني ما هو بزين للقرقاح وما هو بزين للمشرف. دقيقه، هل انت سبق انك جربت تجربه اعلاميه قبل هذه التجربه؟ لا والله ما جربت. اجل ما تدري وش الزين وش اللي مو بزين يا ريان نفتاك. لا لا انا انت توك تلميذ نفتاك في الاعلام. بالله طيب ابى ادخل عليك الحين في المجلس كذا طال عمرك واقطع عليكم. ها طيب من انت تقطع علي؟ ها شفت من انت؟ ريان بن بدر. ريان بن بدر متسابق عندي، ما تدخل تقطع علي. ها وش اقول لك؟ طيب انت لا تخبص السؤال. ريان نفتاك نقاش انا وياك بان للمشاهدين والاخوان النقاد انه اصبح عقيم. انا ما ابغى انه يصبح عقيم، احنا بنطلع بفائده. الفائده، هل سواء اخطا المشرف او اخطا فلاح بن قرقاح هل بتعدل شيء انت؟ ما تعدل شيء نفداك. خطاهم عليهم صح؟ يا سلام خطاهم عليهم. لكن الرجال عندي انا ماني بوجه. اسمع انا بسمع، انا ما قلت انهم في الشارع. اكيد عندك. اي عندي انا لو خطاهم يا فلاح. المشكله عندكم في مجلسكم. طيب المفروض يا فلاح تسالني. فلاح نفداك ما نبغى نطول النقاش. ترى المفروض تسالني وش الاجراء المطلوب من ريان. اسالني الاجراء المطلوب من ريان. أيوة. في حاله ان حصل خلاف بين مشرف ومقدم يجلس محايد لكل لوم يوم تقدير واحترام. تقدير واحترام سلام. لكن انا اذا شفت النقاش تطاور وصار فيها شيء يعني ما له لزوم ادخل انا هنا واقطع حق بين الرياجيل. اقل ما بدخل بخير يا رياجيل. من اعطاك حق؟ اسمعني اول، اسمعني ارجعني فدوك. اسمعني خليني بوضح لك. اقطع بين الرياجيل امور بسيطه، الربع تعودوا مبلش خاصه تحت البيت ما هو قدام الناس والناس تشوف كل اللي ربعين يتابعون. اقطع انا ما موجه في فينا حياة. حنا ترى تدخلك بين قامتين اعلاميتين كلهم سبقوك في الاعلام، هذه لقافه والله يا الاعلام. اسمع نفداك ريان اسمعني. صل على النبي. اسمعني بس لك سؤال، هل في رجل عاقل يدخل بين قاضيين؟ هذول قاضيين تجلس وتسمع ايش يصير بينهم. اسمعني. ما تدخل بينهم. اسمعني. هذا جهل منك. دقيقه اول شيء طال عمرك والله لا الاعلام له برافع وله بنزل، هذا اول شيء. ثاني ايوه برافع ونزل. هذول سابقينك ما تدخل بينهم نفداك. لا عندي في المجلس ادخل انا ماني بوجه مغسول بوجه ما في. يا ريان 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 ما لها شغل. ريان لا لها شغل. يا ريان ريان دقيقه بعطيك بيجيك المجال. ريان بس سؤال قبل ان تقلب مناحي. لبيه. انت تقول ان كنت وجهه نظرك ان المشرفين دخولهم مو بزين ما كان المفترض يصير صح؟ ايه. ليش تقول ليش تقفون مع فلاح في الفقره؟ ايه كلامي يا محله لان المشرفين لهم حق وفلاح له حق. اصبر اصبر. لا ابو مناحي ابو مناحي يا ريان صباح الخير. اول شيء طال عمرك الرجال طال عمرك اختلفوا على وجهه نظر معينه، انت ما تفقه فيها شيء لان انت لازلت تحت مجال التعليم في الاعلام والتدريب. زين الرجل طلعوا تسحروا مع بعض، اجتمعوا مع القناه بخصوص سعر القلطه ولا كان شيء حصل. طيب ما يهمني الموضوع. وقوفك انت وزملائك مع فلان مع فلان هذا ما راح يفيدهم شيء. اسمعني اول شيء اوضح لك شيء، ما راح يفيدهم شيء. هذا نقطه. الثانيه بالعكس تواجدكم مع الفلاح ووقفتكم مع كونه فقرته الرسمية. طيب والرجال يبي يعلن عن اسم من أسماء المتسابقين في فقرة الشقرقي الصف المالي. زين و
يعني الفقرة لا زالت قائمة مستمرة. أنت مع الشخص اللي هو صاحب الفقرة، هو صاحب الفقرة. الخلاف اللي بينه وبين المشرفين مالك شغل فيه. طيب تعال لكن تعال يا ريان تعال. أنا 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 بوضح لكم حاجة في ريان. تشوفونه يتخبط ويروح ويقول أنتم خطأ وأنتم وأنتم. اقول البل قفت صعب وعشر لحوقها شاف طال عمرك اجد امثال يوم فرد من 83 تسلط يا محمد صار يتكلم باسمه فؤاد يا محمد مثلث برمودا مثلث برمودا اللي يطلق عليه من قبل سلطان اسمي اللي هم ناصر الصلف ناصر وعلي مناحي ومن الثالث المخاريب 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 زين ما عاد شافنا في السيل مجزع ترى ما في حاجة طبعا يعني. وشاف اخوياه في اثناء البرايم صوتوا لسالم عدي الان اتفقت نسخة على حبة شخص يشوفونه انه يعني مثل ما تقول مسمى انه يخذ رفضايا وكذا ريان يبي يكون له قروب ومجموعة جديدة ويجي ويقول الا بيض الله وجه الصلم بيض الله وجه سالم عدي ينظر يا ولد حب ما عندنا شغل لكن تعال يجين بينهم خلاف اسمعني ولنا شغل اسمعني 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 وضاع اصبر اصبر ادلة تاخذنا بالصوت طيب يلا يا ريان ريان اسمع من ابو مناحي دقيقة خلني ارد على محمد مناحي يا سلطان يلا يلا ابشر اول شيء محمد مناحي يوم تكلم في موضوع اللي صار اول شيء طال عمرك انت لو تجي عندك مشكله الحين عندك ما انت تقول ما لي دخل لا بتجي مدخل خير طيب الامور بسيطه يا الربع تعودهم ابليس ابليس حضر من الموضوع انا ما وقفت لا مع المشرفين ولا وقفت انت تروح اخوياك انت تروح اخوياك كانك قائد مجموعه او كانك ذو خبره او كانك صاحب النجوميه اللي يحبون اخوياك او اللي اكبرهم اقول ريان 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 انا عندي نصيحه ريان 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 نصيحه اخويه نصيحه اخ ماني بقول متسابق ومقدم خلي ريان اسمع بس اسمع لين اسمع نصيحه اخ انت مالك في السيل مجزع لا مع فؤاد وقروبه ولا مع علي بن ناحي وعبد الله اسمه علي بن ناحي المخاريم وناصر الصلف مالك سيلم معهم انت روح مع اسمع الجامع عود مع الوهم اسمع عود من طرف شوف محمد شوف محمد بن جامع يحاول يشكل له جروب ضد الجروبات هذه بس ما راح ينجح لانه وهمي خليك معه يا ريان بس دقيقه يا سلطان جعلبوك في الجنه جعلبوك في الجنه بعطيك يا بعطيك انا والله يا اخي هذه نصيحه خلوه ما عليها تعليق تقبلها اوكي ما راح نسمع ابو منح لازم نسمع اسمه يلا يلا اول شيء طال عمرك ريان بن بدر لو يقوم ويطيح في البرنامج لا والله لهم مسوي شيء الا مع معونه اخويا طيب ثاني شيء انا عود من طرف حزمه يا سلام انبغون اخوياي في شر يبشرون بس طيب لا 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 شر لا شر لا اسمع الله يرحمه لا لا ليه تشرح اخويا طيب يا ريان ريان تروحون في خير ليه تشوفون ليه تسمعني اسمعني اسمعني ويوم تذكر الرجال يضل بسامي وسبعين نعم يدنا واحده احنا ما نختلف فيهم في ذاتهم في نسبهم في رؤوسهم ونعم ما نقول فيهم شيء يا اخي يا محمد مناح اسمعني طيب يلا يلا يا ريان يلا بالصيح. ريان 30 ثانيه عشان بدنا نتكلم عن عزي الحمد لله انا طال عمرك اخويانا يدنا واحده ان طلعنا طلعنا سوا مستانسين واضح اي واضح مرتين يا اخي يا شاشك خلي وجهك مغروب ابن جامع نصيحه طيب ريان ريان ابو عنزي عنده مداخله يبيك ريان صبح كرم بالخير صبحت منه يلا حيا خيل والله الاوتفت ذا حريقه الله يطول عمرك اسمع انا لي هذا يا محمد مناحي وصي وح 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 يا ولد لا ريان اسمع اسمع ابو عنزي اسمع ريان كلام ابو مناحي في الصميم لا ما كلام ابو مناحي اسمع اسمع في 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 صميم العظم وكل كلامه صح لكن انت اللي ما تبغى تتقبل الاراء اسمع يا ريان اول شيء اسمع هد هد معك معك انا معك العن ابليس اجلس زين اول شيء يا ريان انا لي 3-4 ايام لاحظ الريان طلع بشخصيه جديده فعلا والله اني صادق ريان اللي دخل بعفويته ودخل يعني دخل ما يعرف شيء في البرامج الواقعيه وتدري ان هذا الشخص اللي نبغاه اللي جاي بداوته بعفويته ما يعرف شيء ونبغاه يعيش العفويه هذه الى نهايه البرنامج صح انك لازم تفهم اشياء لازم يعني تعرف اشياء عشان تلتزم علشان ترتبط وتندمج مع اخوياك لكن انك تغير من شخصيه الى شخصيه ثانيه لا هنا يا ريان انا بقول لك لا وقف رجاء ارجع لشخصيتك اللي انت جيت بها ودخلت بها اسمع علشان تعيش وتندمج من اليوم الى اخر يوم لا تطلع بشخصيه ثانيه هذه النقطه الاولى بعطيك مجال ترد علي
النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يخص وجودك داخل البرنامج، أنت تقول حنا يد واحدة، حنا إيه؟ كل الأمور يا جماعة، حنا كل ما جينا نحجكم ب ب ب بحجة ولا نتكلم معكم ونتناقش معكم في موضوع ذا كبره، رجعتوا قلتوا حنا أخويا حجتكم ضايعة. هذا ما يعنينا، هذا عشان في عينك ضايعة، هذا ما يعنينا، هذا ما يعنينا. أنتوا قوتكم مع بعض، أنتوا تحبون بعض، تكرهون بعض. إذا جينا نناقشكم في موضوع ولا في جزئية، لا تجون بالشماعة هذه حنا أخويا وفي شر ولا في خير ولا في جدا ولا. أوضحك نقطة. إيه؟ سبحان الله يا أخوان، سبحان الله، السارق ولا المتهم ولا أي شيء مشبوه فيه أنت، لا قدك سارق لك شيء من محل ما هو، تجيت في المحل ده ما تلتفت فيه، لا ما سرقت، لا ما اللي قاله صح. إذا هم على قلب واحد وقلوبهم على بعض ما يحتاج يبررون في كل موقف، هذا دليل إن فيهم بلان ويبررون. حنا ما أخويا، حنا وحنا لا 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 فيه بلا، فيه بلا. أنت 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 سمر الله استمراري خذوني محمد. اول شيء محمد محمد مناح شارب الهواء، هذا اول شيء. ثاني شيء، ومنك تقول لي طال عمرك في تغير، وش تغيرت فيه؟ يبلع عليك، يبلع عليك. انا اقول يا ابو، يا ابو مناح ارحم والديك ابو بدر. سم شف، احنا كل شيء واضح. انا والله ماني بقول الكلام ذا علشان ادور محور وراك ولا ادور كلام، والله اني اقوله وانا صادق. انا يعني 3 سنوات وانا داخل برامج واقعية اقدميه اقدم واحد فيها، انا والله العظيم اني اعرف المتسابق حتى منك. هد يا ابو مناح، امسح عرضتك. اسمع، ما في مشكله، لكن انا اقول لك، انا اقول لك الكلام اللي انا ناقشتك فيه في البدايه ترى ما له دخل في المحور. كلام هذا نصيحة مني لك، نصيحة أخوية. اللي هو اللي يقول لك يعني لا تند، لا يعني لا تجي بشخصية مزدوجة، افتك من الازدواجية، خليك بشخصيتك وعفوية تقولها علشان تنجح. الحمد لله، وانا حطيت الشيء قدحت من راسي، ما علي من احد ولا اخذ الشيء. والله اي عشان كذا، عشان طيب كذا انت طيب خلاص خلاص وقف. الموضوع الثاني، احنا نتناقش مع ريان بخصوص تدخله ونقاشه في موضوع يخص المشرف ويخص المقدم، ما الريان علاقة فيه. أنت تقول لا حنا بنتدخل وحنا أخويا وحنا. رجاء يا متسابقين يا جميلين، إذا جينا نتحاور معكم في محور ولا في جزئية لا كبرها، لا تجون تقولون حنا أخويا الشماعة ذي، والله نعورتونا في روسنا. طيب وبلشتوا الجمهور عورتهم في روسنا. خواتكم، خلني أكمل وأعطيك مجال. خواتكم ولا نفوركم من بعض ولا مشاكلكم من بعض، ترى والله ما تهمنا كنقاد الا اذا جينا نتناقش فيها، يعني في فتره ساعه، يعني في اليوم كله نتناقش فيها فتره ساعه، نجيبك نقول لك عطنا اللي عندك ونعطيك اللي عندنا، اما قنعتنا ولا قنعناك. لكن لا تجون بالشماعه هذه وتزعجون الناس فيها. بكره حتى لو تجون تاكلون قلتوا حنا والله اخويا ما ناكل الا مع بعض، اللي ما ياكل لقمه ما ياكل الثاني لقمه، توصل للمرحله ذي. اتكلم يتكلم. أول شيء طال عمرك لما تقول الشماعة هذه، عشان رد على كلام الناقد محمد مناحي يوم يتكلم يقول هنا مدري ويش ونزاعات ومدري، لا لا لا، أنا يوم نرد بالكلام ده نرد على الكلام الضايع، الكلام اللي ضرب. طيب اسمع، حد بتم ما مدري وين ملقية، يعني بتقول ما في نزاعات ولا في مشاكل؟ لا بشرك ان طال عمرك على رجل، صل على محمد ومشتاش، صل على محمد والله واحد. والله انفيه، ها والله العظيم ان فيه. لا يا انت تدري بالغيب، ايش فيك تتفاجئ ريان؟ انا حلف بالله، ايش فيك تفاجئت ريان؟ والله تحلف ولا ما في بينكم مشاكل وبين حساسيات وبينكم، لكن يا اخي الاعتراف بها لا يعني فشل. ترى النسخه، صل على محمد، خليني بقول لك كلمتين وبعطيك تكمل. ترى النسخه اللي يجي فيها مشاكل ونزاعات وتحدي ومنافسه، ترى هالنسخه الناجحه والله ما يفشل الا النسخه اللي يطلعون يقولوا احنا اخويا. طيب يا ولد، انتوا وين انتوا؟ طيب انتوا في برنامج في منافسه، ما انتوا طالعين كشده وفي مخيم وعلى ماركه وفنجان القهوه عشان تقول خوه. خلي برد عليك، خلي على محمد يا جماعه. طيب بخليك ترد ريان. ريان بس لمن اخذت ابو حمود يجيك. يلا ابو حمود، صليت على هدر، صليت على هدر ريان ضايع. ها اسلم. يلا 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 اسمع لهداك. يلا نخلص يا اخوي. وجه قبله وجه يا ريان، جاني فداك. صل على هذا الرسول، اللهم صل وسلم. انتم تقولون احنا كلنا صف واحد، يا سلام. صحيح، نعم، وكلكم ان شاء الله فيكم خير. صحيح، ابشرك تم كلكم صف واحد، لا تعرضون بعض. انت عرضت الشباب اللي وقفهم على المقدم. طيب، بس حتى لو عرضتم عرضهم تحت الهواء نفداك. صح، نقطه غير سطر بس. صحيح، انتم تقولون كلنا شوي اخويا وكلنا كلمتنا واحد وكلنا صف. طيب، واحد. رجاء اذا بتعرض اخوياك حد امرين، اما تعرضهم واذا جيت هنا تقول نعم انا معارض لهم ولا عرضهم تحت الهواء.
طيب ارد الحين سؤال 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 دقيقه دقيقه ابو ابو مناح دقيقه بس انا ادري ريان ريان 30 ثانيه معك يا ريان سريع لا تقول انا سويت وانا قلت لا ماني قايل ماني قايل بس لا لا يعترضني محمد مناح وانا اتكلم خلص يلا ها اسمع على كلام شو اسمه نايف الاكلبي يوم يقول يا اخويا ما ادري ويش اول شيء نزاعات ما عندنا نزاعات والله والبيت اللي بناه الله هو محمد رسول الله من يوم بدينا البرنامج بدون حلف يا وضع خلينا نتكلم احنا صدقينك بدون حلف طيب لا جاء لا نزاعات ولا انتقادات ابشرك والله يا الشيء اللي نسويه اتفاقيات تحت نستانس الشيء اللي يقدر اتفاقيات وين اتفاقيات مثل طال عمرك فقره عند خوينا خلاص الفقره عنده كلنا نحضر الفقره عند فلان يعني انت تحضر بالاتفاق ما تحبونه كيف بالله يعني تعال انا بعزمك انا بعزمك طيب على اجتماع اكلمك واسحب على الباقيين لا بس ما هم منطق اني انا بقول تكفى قلي في الاجتماع ما هم منطق اني انا بقول تكفى قلي في الاجتماع لا ما بتكفى لا ما بتكفى لا ما بتكفى لا 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 يكون عندك ما فيها شيء طيب قلت تكفى البعض سياسه البرنامج لوكيشنات توزع يعني تصنعوه لا لا ما بيتصنع ابشرك الحمد لله احنا نسختنا ما جالها مثيل مجال مثيل من اسمع تونا تونا ريان اسمع يا ابو بدر تونا اسمعني يا سلطان والله يا نسختك ونسخه محمد مناح ونسخه اللي جالسين كلهم نسختنا يضرب بها المثل يا 24 رجال تدري ليش انا قلت الكلام ذا متكاتفين تدري ليش قلت الكلام ذا ريان ريان تدري ليش قلت الكلام ذا تبي تشري ودهم عشان لا رجعت لا 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 اخويا انا عارف الحركات هذه عارف اللي بيخطرهم عارف اللي بيخطرهم يلا يلا انا حرام الا مستانسين سريع عشان الخط ريان بس ريان ريان بس عشان اختم معك ريان سؤالي لك واحد فقط ممكن الله يرحم ابوك اللي جابه يلا سريع بالسؤال الان لو جاء خلاف بين مشرف واحد زملائك اخوياك اللي في النص ما متوقف معه فالحق يعني عادي يعني خلاص خلاص الحق خلاص انا مع اخوي في خطا ولا قدا اصبر اصبر المشرف المغربي ايش علي واضح واضح محمد مناح واضح واضح لا 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 يا ريان ريان شكرا شكرا لك ريان محمد مناح شكرا لك ريان ريان تدخل اولا بعقلانيه بعدين نقض العقلانيه بعدين قال انا مع الجميع بعدين قال انت مع فلا انا معكم ومع ابو عنزي ومع ابو حمود لو حصل خلاف بينكم وبين المدير التنفيذي انا بحاول اوقف صفكم انكم اخوياي حتى لو انكم على خطر لاني معكم انا الا اذا في حاجه واحده خلاف بيني وبينكم صح بوقف مع المدير الا انتم الخطا طيب انتم يجز النقاط ما نتفق طيب تحت الهوى على كلامه لا نتفق هذا عندهم حتى ذا الحين لو صار بيننا مشاكل مثلا بيني انا وابو مناحي نتفق خلف الكواليس يا ابو مناحي مشاكلنا تراها بيننا تحت إيه على الهوى نبي نصير خويا إيه طبيعي الاتفاقيات تجيب جميع الاشكال معي ترى بيني وبينه مشاكل سلطان انت تقول عقلانيه ريال لا انتك مو بعقلانيه العقلانيه حق سالم معدي وصل نعم عقلانيه صراحه هو الرجل انحاز لمجموعه انحاز للمقدم بس في نقاش اقول ابو حمود انا في نقاش كان شوي عقلاني بعدين قلب لا لا هو مو بعقلاني هو احنا قلنا لك انت منحاز قال هو لا ماني منحاز طيب ليش انت اصلا تقول هو اني انا المفروض ليش توقف مع المقدم المفروض توقف مع المشرفين سالم عدي سالم عدي والصرف قالوا يا اخواني ما لكم دخل هذا العقلانيه صح. هذا العقلانيه تراهم ما بحثوا ترى ما بحثوا عن تصدر ولا شيء تراهم ردوا بس ريان واضح انه يعني عنده اشياء راح يوصلها وراح نشوف تركم انا يبي جروب بس يبي جروب بس الظاهر ما معه امور طيب سلطان المري جهزوا لي